السعد القذافي نجل الراحل معمر القذافي تتسلمه السلطات الليبية من النيجر. طبعا السعد الآن استلمه النائب العام الذي يتم التحقيق معه الآن بالعديد من القضايا، حسب اتصالي قبل قليل بمكتب النائب العام بالسيد الصديق السور. وقد أكدت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان على موقعها الإلكتروني على وصول السعد القذافي إلى طرابلس ووجوده لدى الشرطة القضائية في البلاد، وتعهدت بالالتزام بمعاملته وفق العدالة والمعايير الدولية وبمعاملته معاملة السجناء الآخرين حسب ما جاء في البيان. ونشرت مواقع على الإنترنت ما تقول صوراً للسعدي وهو يرتدي ملابس السجن، كما نشرت مواقع إخبارية ليبية صوراً تظهره وهو حالق الرأس في السجن. مصادر للبي بي سي قالت إن من أهم التهم الموجهة للسعدي التحريض على الهجوم الأخير على قاعدة تمنهانت في الجنوب الليبي، بالإضافة إلى عدد من التهم في قضايا أخرى. وأن السعدي قد صدرت بحقه نشرة حمراء ومذكرات بخصوص العديد من القضايا، منها قتل اللاعب السابق بشير الرياني والعديد من الشكاوي التي تعتبر جرائم تحد من الحرية والخطف، وجرائم في أحداث ثورة 17 فبراير والمحافظة على حكم أبيه. يشار إلى أن السعدي فر من ليبيا إلى النيجر، حيث منح حق اللجوء السياسي في أعقاب مقتل والده عام 2011. والسعدي هو الابن الثاني للزوجة الثانية للقذافي صفية فركاش، والابن الثالث في ترتيب أولاد القذافي من زوجتيه الاثنتين. ومعروف عن السعدي القذافي أنه كان رجل أعمال ولاعبا محترفا لكرة القدم. نبيها والطاس، بي بي سي.